أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، يأتيكم نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في المدى نقرأ: القوى السياسية تتفق على تقسيم كركوك لثلاث دوائر وتختلف على مقاعد المكونات. وفي العربي 21: شارلي إبدو تهاجم أردوغان برسم ساخر ورئاسة تركيا ترد. في العرب اللندنية: اغتيال وزير يفاقم صراع الأجنحة داخل جماعة الحوثيين. وفي القدس العربي: عشرات آلاف البنغلاديشيين يتظاهرون ضد فرنسا في دكا، ورقعة الغضب تتسع. في العربي الجديد: ترامب يشكك في عد الأصوات المتأخرة، وبايدن يدعو للوحدة. ذا هيل: بايدن يضاعف تقدمه على ترامب في ولايات متأرجحة. في الميدل إيست: مسلم فرنسا مستهدفون بسياسات ماكرون. حتماً ستتضمن الطبعة الجديدة من كتاب جينيس للأرقام القياسية رقماً قياسياً يضاف للأرقام التي يسجلها هذا الكتاب الشهير منذ أن صدرت طبعته الأولى عام 1955. والرقم الجديد سيحصل عليه العراق بجدارة بعد أن أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات الدكتور عبد الحسين الهنداوي أن عدد الأحزاب المسجلة بلغ نحو 230 حزباً، وبانتظار أحزاب جديدة. لا شك أن خبراً مثل هذا سيثير طمع بعض المواطنين الذين سيقررون تأسيس أحزاب تحت شعار ما فيش حد أحسن من حد، مقال للكاتب علي حسين في صحيفة المدى. هناك فرق بين حملة من أجل منع الناس من حق لهم وحملة من أجل المطالبة بحق، تماماً كالفرق بين حملة أريد حزب وحملة الكفاءة أولاً، فالأولى مضحكة بينما الثانية مطلب لا يزال المواطن ينتظره منذ 17 عاماً. فالواقع يقول إن الأحزاب القديمة وفروعها الجديدة جميعها تحت ولاية أولياء الأمور من قادة الكتل السياسية. لا شك بأن أحزاب السلطة ستحتل البرلمان من جديد مهما بلغ عدد الأحزاب التي أعلن عنها، وعندما ينتخب العراقيون في العام المقبل أو في أي وقت آخر سوف يعرفون جيداً أن النتائج تسبقهم إلى صناديق الاقتراع مثل كل الانتخابات، وأن كان الذي يقرر هو سلطة الأحزاب وليس الناخب. لا أحد منا يشكك في حب ساستنا للبلاد، لكن ما يسترعي الانتباه أن حب الوطن انتقل من شعارات الإصلاح ونصوص الشفافية والنزاهة إلى معركة على تأسيس أحزاب، ليصبح التعبير عن هذا الحب غوصاً في كرسي الحزب، ويتحول الوطن إلى إعلان عن مزاد لمن يستطيع أن يفرض مرشحه ولو بإرادة من خارج الحدود. ملخص الحالة الآن أن أحزاب السلطة قررت إضافة أحزاب جديدة إلى أساليبها في الضحك على المواطن. يضيف الكاتب: والآن عزيزي القارئ، أرجوك لا تسخر من جنابي الذي يطمع في أن يحصل ولو على قطعة من الحزب في العراق بعد أن فشل في الحصول على قطعة من الديمقراطية الجديدة. إن الكلمات تفقد صلاحيتها إن لم تكن مقرونة بالأفعال، وعندها لن تكسر عظام الميليشيات ولن تهدم أوكار الفساد، وغير قادرة على جرف جحور ناهبي الثروات. إن تحقيق كل ذلك يتطلب إرادة حقيقية لاستخدام العصي السياسية والأمنية والقانونية والاستخباراتية، ناهيك من الحجارة السياسية لإجبار الميليشيات والفاسدين على الخضوع والركوع والتأدب. وإحدى السمات المميزة للقائد والزعيم الحقيقي هي القدرة على إظهار القوة والتأثير في كل عناصر الاضطراب في المجتمع، مقال للكاتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي حول فشل الكاظمي. إن جميع المناصب السياسية في العراق وفي مقدمتها منصب رئيس الوزراء غادرها المعنى الحقيقي كمهمة سياسية وفعل اجتماعي ينهض به رجال دولة ذو مشروع حقيقي.
لذلك قبل الجميع بكل ما اقتضت به العملية السياسية، رغم أنهم يعلمون أن وجودهم مجرد حشوة دافعة للذهاب إلى أبعد ما يمكن من الأهداف السياسية والاقتصادية والأمنية العسكرية لدول خارجية. اليوم باتت هذه المناصب حكراً على مرتزقة السياسة وخلت تماماً من رجال الدولة، وهذا كله بسبب المشروع الأجنبي القائم في العراق منذ بداية الغزو وحتى اليوم، الذي هو ليس معنياً بالمصداقية التي يجب أن يتحلى بها المسؤول كرأس مال حقيقي يتغذى منه العمل السياسي. ما يهم الفاعلين الخارجيين الذين صاغوا النظام القائم هو أن يكون هنالك رئيس جمهورية كردي ورئيس وزراء شيعي ورئيس برلمان سني، كي يستطيع كل واحد من هؤلاء مخاطبة جمهوره الطائفي مباشرة ويدغدغ عواطفهم ويتملق لهم ويخدعهم من أجل تحشيدهم وتجيشهم لتحقيق سياسات مرحلية وليست منهجية. فلا العامل الخارجي ولا الفاعلون المحليون يريدون المواطنة كنظام اجتماعي سياسي، لأنهم يعلمون أن بناء المواطنة يتطلب بناء الدولة الوطنية الحديثة التي هي دولة المؤسسات القائمة على أساس العقد الاجتماعي وحاكميه القانون والحقوق المدنية والسياسية. إن الطلاق بين القول والعمل رسم مساراً فاضحاً على مدى السنوات الماضية وأنتج شعارات لا جذور مادية أو معنوية لها على أرض الواقع، كما خلق حياة وهموما وكوارث ومظالم كبيرة في كل بقعة في أرض الوطن. فإذا كان رئيس الوزراء الحالي يريد أن يكون هو الحل، رغم أن الكثير من العراقيين يرون أنه جزءا من المشكلة لأنه ابن العملية السياسية، فإن ذلك يتطلب منهجا جديدا في أن يكون سلوكه السياسي متسما بالمصداقية والشفافية التامة، وأن يكون قادرا على وضع النقاط على الحروف بدون مجاملة وحسابات سياسية. فمجاملة حفنة من الميليشيات على حساب شعب كامل تلك جريمة كبرى. العراق أمام خيارات أحلاها مر، إذ أثارت تغريدة أطلقها السياسي العراقي عزة الشابندر على تويتر عن خيارات قد يواجهها العراق قريبا جدلا كثيرا على مواقع التواصل. وقد عرف الشابندر بقربه من مراكز القرار بحكم انتقالاته أزئبقية بين الكتل السياسية. وضع العراقيين أمام ثلاثة خيارات أحلاها مر: التجويع والتطبيع والتقسيم. أتبعها بسؤال من بيدهم القرار: ماذا أعددتم لمواجهة هذه التحديات القادمة حكما؟ حول الموضوع كتب عبد اللطيف السعدون مقالا في صحيفة العربي الجديد. كل هذه الوقائع خيبت آمال الكاظمي الذي كان يطمع في مكاسب عاجلة تسهل عمل حكومته في الداخل بعد أن حاط به خصومه الذين أحكموا الطوق من حوله وأخذوا يتحينون الفرص للإيقاع به وإزاحته عن طريقهم، وقد ينجحون في ذلك خصوصاً وأن آمال العراقيين فيه قد خابت بعد تردده في الاستجابة لمطالبهم المشروعة وإصراره على مسك العصا من الوسط والمراهنة على الزمن. وهذا هو ما أفصح عنه نفسه في إشارته إلى أنه يسير على حبل مشدود، لكنه مطالب أن يركب على دراجة على الحبل كي يصل إلى نهاية الشوط، معلناً بصراحة أنه يرقص يومياً مع الثعابين في الوقت الذي يبحث فيه عن مزمار للسيطرة عليها. وفي هذه التورية يلمح الكاظمي إلى حصيلة طوافه على عواصم العالم التي يقال إنها أعطته مدة اختبار إضافية ولكن محدودة كي ترى ما يمكنه فعله على الأرض، لكنه على ما يبدو لا يزال يبحث عن مزمار بالمواصفات التي يريدها. وحيث لا دخان من غير نار، دعونا نضع عيوننا على مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث يريدون أن يرسموا لنا هناك خريطة جديدة تعتمد على رؤية وصفتها صاحبتها ممثلة المنظمة في بغداد جنين هينس بلاسخارت، تهوينا من تأثيرها عليها بأنها رؤية شخصية استخلصتها من عملها في العراق سنتين. مفاد هذه الرؤية التي هي قيد التداول: لا خيار للعراق غير التقسيم.
لم تأتي خيارات الشابندر بجديد، فهي ماثلة في أذهان السياسيين والمواطنين العاديين على حد سواء منذ أكثر من عقدين، لكن إطلاقها في الظروف الراهنة يكشف أن هناك سعياً محموماً إلى إرساء وضع هجين للعراق يقتل أي إمكانية لاستعادة دوره الإقليمي المفقود الذي كان عليه قبل أن تطيحه جائحة الاحتلال الأمريكي ومن ثم الهيمنة الإيرانية، وذلك عبر سلسلة من الإغراءات والضغوط والإملاءات الشريرة. تحت عنوان كي لا يبقى العراقيون واللبنانيون أسرى عند إيران، كتبت مينا العربي في مجلة الجاردينيا مقالاً، وجاء فيها مر أكثر من عام على خروج مظاهرات شعبية في كل من العراق ولبنان تطالب بإصلاحات جوهرية تغير مسار بلديهما من دولتين أسيرتين لزعماء طوائف ومحسوبيات طائفية وتدخلات إيرانية ودولية إلى دولتين ذاتي سيادة محصنة ضد الفساد والاستغلال الخارجي لتمنح أبناء البلدين فرصة العيش الكريم. على الرغم من اختلاف الأسباب التي أدت إلى اندلاع الأزمات التي تواجه كل من العراق ولبنان، إلا أن هناك عناصر عدة مشتركة أدت إلى الحركتين الشعبيتين، وهناك عوامل تجمع بين أسباب الفشل الحالي وفرص النجاح المستقبلي. وبينما رفع اللبنانيون شعار كل يعني كل في المظاهرات في إشارة إلى الرفض المطلق إلى الزعماء السياسيين جملة وتفصيلا، ردد العراقيون شعار الريد وطن في مظاهراتهم. هذا الرفض اللبناني للقادة السياسيين يأتي بسبب عدم قدرتهم على حماية الدولة من الفساد المالي والإداري، بل البعض ساهم فيه ولم يتمكنوا من حصر السلاح بيد الدولة، إذ إن اللبنانيين يريدون وطنا يحميهم ويحمي أبناءهم. من جهة أخرى، بات العراقيون يرفضون غالبية الساسة المنخرطين في العملية السياسية، وهناك دلائل عدة على ذلك، من بينها مشاركة أقل من ثلث الناخبين العراقيين في الانتخابات السابقة عام 2018، ما يزيد الوضعين العراقي واللبناني تعقيداً هو أن في كلا البلدين يطلب من الطبقة السياسية الحاكمة أن تصلح نفسها. تفاصيل الحلول في العراق ولبنان قد تختلف ولكن الجوهر متشابه، الشعب يريد الحياة، وهذا يعني الأمن والأمان وفرص عمل توفر العيش الكريم. الأزمة المالية التي تعصف بلبنان تهدد بكسر الطبقة الوسطى كلياً وزيادة حدة الفقر في البلاد، إذ تشير آخر الإحصائيات أن 55% من سكان لبنان يعيشون دون مستوى خط الفقر. أما الأزمة المالية في العراق فقد أدت إلى عدم دفع رواتب آلاف من موظفي القطاع العام، بينما البطالة بين الشباب تعتبر من الأعلى في المنطقة. كنا نقول إلا فلسطين فهي قضية العرب الأولى، عنوان وحدتهم القضية المركزية، ولذلك يجب احترام فلسطين كوطن، مقال للكاتب حمادة فراع في صحيفة الدستور الأردنية. دعونا كأردنيين لنبدأ بأنفسنا وبالعرب والمسلمين والمسيحيين وبكل من تبقى لديه ذرة إحساس أن نحترم خصوصية الفلسطيني ووطنه، ألا يتبجح البعض بالعشق للمستعمرة الإسرائيلية، ونسأل أنفسنا هل الجزائري أو السوداني أو الخليجي أو السوري يقبل لأي عربي أن يمس بلده؟ الجواب بالتأكيد لا قوية، فكل منهم لا يقبل أن تكون له تنازل عن جزء من بلدك لأي طرف، ولذلك دعونا نحترم فلسطينية الفلسطيني واحترام وطنه فلسطين، حتى ولو لم نتمكن من مساعدته فعلى الأقل لا نشتمه، لا نزايد عليه. لا يتبجح أحد أن المستعمرة الإسرائيلية على حق والفلسطيني على باطل، كما فعلها البعض القليل حتى وهو لا يعبر عن سياسة بلده أو شعبه. دعونا لا نرد الإساءة على هؤلاء القلة بإساءة مثلها، ونسأل هل نسمح لأنفسنا بقبول التطاول على قدسية مكة المكرمة أو قدسية المدينة المنورة؟ فكيف يسمح البعض لأنفسهم أن يقبل التطاول اليومي من قبل المستوطنين الأجانب على قدسية أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين؟ كيف نقبل التطاول على مسرى سيدنا محمد ومعراجه وولادة السيد المسيح وقيامته؟
وخلاصة نقول لتبقى هذه القيم وهذه المرجعيات ثابتة بيننا، ونترك السياسة للسياسيين ليختلفوا كما شاءوا، لأن في النهاية لا يصح إلا الصحيح. والصحيح أن فلسطين وطن الفلسطينيين، كما هو الأردن للأردنيين والكويت للكويتيين ولبنان للبنانيين وبلدان المغرب العربي لأصحابها، مهما بقي المستعمر كفرنسا في الجزائر لعشرات السنين. نشر موقع ميدل إيست آي تقريراً عده جول كريتوا، وأشار فيه إلى أن مقتل أستاذ التاريخ سامويل باتي فتح الباب على معاناة المسلمين الفرنسيين الذين كان عليهم مواجهة سياسة القبضة الحريرية التي اعتمدها رئيس إيمانويل ماكرو ووزير داخليته. منذ بداية تشرين الأول أكتوبر، تعرضت الأماكن الإسلامية لمداهمات الشرطة في كل أنحاء فرنسا، بما فيها مسجد عمر في باريس، وذلك بعد داهمت مدرستين ومركزاً لخدمات الموتى. وكانت هذه الإجراءات كافية لإثارة قلق القادة المسلمين، وأرسل 30 قيادياً من منطقة باريس الكبرى، أرسلوا رسالة إلى الرئيس ماكرون عبروا فيها عن قلقهم حول المعاملة الضارة للإسلام والمسلمين في بلدنا، وتدفع الحكومة الفرنسية باتجاه تبني قانون لمكافحة التشدد، لكن لم يتم بعد تحديد ملامحه. لكن المسودة تشترط تفتيشاً مستمراً للمنظمات الإسلامية التي تدرس اللغة العربية، وسيتم تقديم المشروع إلى مجلس الوزراء في كانون الأول ديسمبر. وتقول سهام زين من منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين: لا أحد ينكر أننا خائفون، وسيعزز القانون الإجراءات القمعية التي تم توسيعها في السنوات الماضية وفق ما قاله الكاتب. يقول الموقع في تقريره: الإجراءات التي اعتمدتها فرنسا لمكافحة التطرف والتشدد أثرت على المسلمين وقد تؤثر على الأقليات الأخرى. مسلمون يتظاهرون تنديدا بتصريحات ماكرون المسيئة للإسلام. صحيفة القدس العربي نشرت عشرات الصور في تقرير لها بدول عربية وإسلامية لتظاهرات حاشدة بالتنديد بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة لرسول محمد صلى الله عليه وسلم والمعادية للإسلام. والآن لنذهب معا في جولة في بعض الرسوم، أو لنرى بعض الرسوم الكاريكاتيرية. وبهذه الرسوم نختم صدى أقلام هذا اليوم. في حلقة جديدة نلتقي بعون الله، دمتم بخير.